نسميه النغزة، صح؟ تقول لك نغزة، يعني ألقى كلمة مقصودة بنية المزاح أو بنية يعني أن يمرر الكلام الذي يريده، أن يمرر الكلام الذي يريده. شوف الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه، كل كلمة تخرج تدون. الكلام مربوط بالنية ولا لا؟ مربوط بالنية ولا لا؟ مربوط بالنية. فلا تظن مهما أوتيت احتراف من كلام أن هذا الكلام سيمر على الله والعياذ بالله. بمعنى آخر أصدق الكلام من هو؟ كلام الله، من نطق به صدق، صح؟ ومن حكم به عدل، صح؟ لكن لو كان كلام الله الذي تنطق به غير مربوط بالنية الصادقة، أول من تسعر به النار من هو؟ قارئ ليه؟ للقرآن. يؤتى ويقول أنت قرأت القرآن، يقول يا رب قرأت فيك، قال كذبت، وإنما قرأته ليقال قارئ وقد قيل. هل ربط لسانه بنيته؟ ها؟ ربط، ربط اللسان بالنية. فلا تظن مسألة النغزة وأن ألقي كلاما أو أقول كلاما أنه سيمر على الله والعياذ بالله مرور الكرام، مستحيل. لهذا كانت عند في العرب عندهم هذا الأسلوب، هذا العرب كانت عندهم، فقالت عشان حسبك هكذا، ما قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكلمة تلوث ماء البحر. زين، لو جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا وسمع ما سمع عليه الصلاة والسلام، سمع ما سمع عليه الصلاة والسلام.